طب ايه الطريقة اللي تخليني اتخلص من الجوع بالليل؟ عايز اتخلص من، انا دلوقتي عايز اتخلص من الجوع ليلا، صح كده؟ مش ده المشكلة اللي موجودة عندي وانا عايز اتخلص منها؟ اول حاجة بتكلم فيها الحرص على تنظيم مواعيد للوجبات، الحرص على تنظيم مواعيد للوجبات على مدار اليوم مع اهمية تناول وجبة الفطار، واحنا طبعا ما ناكلش وجبة الفطار. ولو عايز يعني مثلا كل يوم انا مثلا بصحى الساعة 8، بصحى الساعة 9، بصحى اصلي الفجر وبعد كده بقى في اي وقت بقى ايا كان. انا دلوقتي عايز احل مشكلة، انا دلوقتي عايز احل مشكلة الجوع بالليل بالذات. يبقى اول حاجة اتكلمنا فيها هنظبط مواعيد الوجبات وهنظبط ميعاد لوجبة الفطار. يعني كل يوم وجبة الفطار بتاعتنا بنصحى الساعة 9، يبقى مثلا الساعة 10 كل يوم هناخد وجبة الفطار بتاعتنا، يبقى نظبط موعد وجبة الفطار كل يوم في نفس الميعاد. الاعتماد على البروتين اللي بيعطي الشعور بالشبع مثلا لفترة طويلة، يعني البروتين يكون موضوع ضمن النظام الغذائي علشان ما نحسش بالجوع أثناء فترة يعني الليل، زي البيض المسلوق، الدجاج المشوي، كوب زبادي، هذه الاشياء البروتينات ديت ما بتتحط ما بتخليناش نجوع. لو احنا مثلا لا واكلين شاورما، واكلين برجر، واكلين وجبات سريعة، طبعا كل هذه الاشياء تخلينا نجوع اثناء الليل. ضروري جدا زي ما انا قلت لك كده كل 3 ساعات ناكل لنا وجبة صغيرة. لو احنا اكلنا اصلا 5 وجبات في اليوم مش هنجوع بالليل، فاهمة؟ احنا اكلنا مثلا 5 وجبات بالنهار، يعني مثلا الساعة 8 خدنا وجبة، يبقى 9 10 11 هناخد وجبة تانية، 12 واحدة 2 هناخد وجبة تالتة، وهندنينا ماشيين كل 3 ساعات بناخد وجبة وهكذا، فتلقائيا مش هنحس بالجوع. يبقى أهم حاجة عشان نتخلص من الجوع ليلا تظبط المواعيد، وجبة الفطار نظبطها، الشاورما والحاجات الدسمة ما ناكلهاش بالليل، نحاول قدر الإمكان إن إحنا يكون عندنا 5 وجبات صغيرة طول اليوم أحسن ما يكون عندنا وجبتين. شكرا كثير على النصائح، والله فرصة سعيدة يا دكتور. أنا أسعد، ربنا صراحة يسعدك. النصائح تبعك يعني في محلها والله، يعني أحاول أنا الصراحة يعني في حياتي يعني مش منظمة يعني أوقات الأكل 100%، يعني صح اللي قلته. الله يبارك فيك.